اكتر جون فرحت بيه جابوا امام؟ العين العين. شفتش جميل. الفيديو يا كابتن؟ اه ايه، ما شفتش الفيديو؟ لا جميل الفيديو منتشر جميل بتاع الولد لما بيشيل الناس يرميها. هاتولنا الفيديو ده، ده مهم قوي ده، بعد جون بعد جول بعد جون العين. ها كان هو حماية اه شالوا الناس اللي قدامه. كان لا والله والله اه، هما كانوا في الملعب كانوا ما الاثنين، بيسيبليش ماتش، ولا هو ولا حماية. ولا حماك كمان؟ حماية الاثنين معايا في الماتشات على طول. والله على والله طول معاك كل ماتش ان شاء الله، بره مصر وربنا هنا يوفقه في في اي حته. الزياده دايما كده، يا رب يجيب لنا على طول جون واثنين ان شاء الله بامر الله، ربنا ربنا يخليك يا يوفقه. رب. عايز اسالك عن اهم حاجه بتميز امام من وجهه نظرك في الملعب الاول. امام لاعيبه يا كابتن ما شاء ما احنا الله. مش مختلفين والله، حد قال ده لعيب ومنور ايه الدنيا والحلقه مكسره ايه مكسره ايه مكسره اكتر الدنيا. حاجه يا بابا بتعجبك فيها في الملعب؟ يعني إيه بتحب تشوفها وانا بعملها في الملعب؟ الشوط يا امام، رجلك تكون تقيله على الجون على طول بيمسكني ما شاء الله بيمسكني ما شاء بقى، الله. مسكني الفتره اللي فاتت دي قبل ما ماتش يبقى اللي العين، قاله هنيدريش صح. قبل ماتش الكره العين يا بتيجي كابتن. في رجل امام وانا قاعد في الاستاد اقول يلا 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 يا امام يلا يا امام. بيمسكني يا كابتن. ما شاء ابويا بقى، الله. بابايا صريح جدا يا كابتن، يطلع على الماتش يقول لي ما كنتش عاجبني على طول. على طول، اعمل ماتش حلو يقول لي كنت كويس. ما مثلا ما يقوليش لا كنت كويس، لا اكون وحش يقول لي لا انت كنت وحش النهارده، انت ما عملتش حاجه النهارده. فين امام اللي بيرقص؟ فين امام اللي بيشوط؟ اقول له حاضر يا ابو الماتش الجاي، فيفضل يقول لي كده. هو كان بيلعب كوره. يعني كان بيلعب كوره طبعا. انت اولادك كلهم لعبوا كوره ما شاء الله. ايوه كابتن حازم ومحمد. ومحمد وامام، التلاته ما شاء الله ربنا يحرسهم ويرضيهم ربنا يا رب ويوفقهم ربنا. حازم ماسك مدير الكره في كهرباء الطلخه، ما شاء الله. ومحمد بيلعب في السنبلاوين نادي الاتحاد، حلو. حاج السنبلاوين. وامام بقى ربنا يكرمنا فيها رب يا ويصلح رب ما حاله شاء الله. ويرضي ربنا. طب ما عندكش ما عندكش بنوتات؟ لا حازم ومحمد وامام ربنا يبارك لك فيهم ويطرح لك ربنا البركه يخليك فيهم يا رب. ربنا يرضيك. قبل الماتشات اكيد بتدعي له، اكيد بتبقى طبعا على طبعا على طول اعصابك بدعي يعني. لامام ربنا ما انا يوفقه. مجرب انا ما بسيبش ولا ماتش لامام، وان شاء الله طول ما انا موجود معاه في كل ان شاء ماتش الله ان شاء الله وربنا يوفقه ربنا باذن يديلك الله يا الصحه. بتحب يبقى مين جنبه في وسط الملعب؟ دي بقى ايه ده كابتن. ايه ده ايوه ايه ده دي بقى بتاعت امام، دي بتاعت امام. انا تعجبني. مبسوط ان انا سمعت صوتك ربنا يخليك يا كابتن ومبسوط شوبير، واحنا ومبسوط سعداء بالمكالمة الجميلة دي يا كابتن مبسوط شوبير، بالمناسبة وربنا الجميلة يوفقك يا دي. امام ويرضيك ربنا. يا رب يا بابا. ربنا يكرمك يا رب.